مرة مش حق علي. صرنا لك خلص بقى تعدي على جبالنا جبوئيل بيت الله. هيدا جبل لبنان. إذا بيت الله عم نعمل فيه هيك صرنا من الأربعة وتسعين ونحن بدعاوى قضائية ورجعنا بالألفين وثمانية وبالألفين واربعتاش ونحن اليوم مكملين المسار وما رح نستسلم. عم نقاوم هالمكان ضد أي تعديات جرائم البيئية اللي عم بتصير بحقه وقبل جدودنا. جدودنا كلنا أهالي كفر دبيان حميوا هيدا الجسر، نحن مكملين ولح نحميه لأبد الآبدين. اليوم عم نكرر الجرائم البيئية بحق بلدتنا ونحن مصرين على حماية هيدي المنطقة للآخر. مش بس جسر الحجر، رح نبلش من نبع اللبن مرورا بالشير وصولا للشلال، كل هيدي المنطقة محمية. نحن على طرف نهر الكلب، هيدي المي بتصب بنهر الكلب. إذا نحن ما قدرنا نحميها ونحمي صخورنا وأرضنا، مين رح يحميها غيرنا؟ القانون بيقول مشروع على محيط نبع اللبن 300 متر شعاع وقطر، بغض النظر شو بدنا قطر 200 متر 300 متر مش هيدا المطلوب. المطلوب نحميها كلها للمنطقة. ما عم نفوت بحرب مباشرة مع المستثمرين. نحن عم نقول خمس بلوكات أربع طوابق بمنطقة طبيعية بيئية هيدي جريمة لا يختفر عليها. ضروري اليوم نحمي هيدي المنطقة كلنا سوا مع بعض، المجلس البلدي، وزارة البيئة، وزارة الطاقة، وزارة الثقافة، وزارة السياحة. خلص بقى تعدي على الطبيعة. كل مرة منغيب سنة بيجينا مشروع بناء، منغيب سنتين بيجينا فرز. كيف عم نعطي تراخيص فرز بمنطقة حساسة بيئيا؟ هيدا الشيء مش محتمل. ضروري اليوم نتضامن كلنا نواب المنطقة، وزراء، كلنا مع بعض مع مجلس بلدية كفر دبيان تنحمي المنطقة. رئيس بسام، أنا عندي نظرة موضوعية للواقع، نظرة موضوعية بالواقع، وأنا حكيتها بالمجلس البلدي وكنا عم نحكيها بشهور ماضية. يعني أولاً الإفرازات اللي عم بتصير بالمناطق مفروض تقطع بالمجالس البلدية قبل ما تصدر، لأنه فيها عندها إمباكت بيئي أو مشاكل على المحيط تبعها، بقى مفروض البلدية تطلع عليها. أنا في عنا نظرتين وكانوا موجودين بقلب المجلس البلدي وسمعناهم. في جوزفين عندها نظرتها البيئية مع المجتمع اللي عم بيحاول أكيد وكلنا معه تنحافظ على جسر الحجر، وفي نظرة تانية إجت على مجلس البلدي مستثمر إجا دون علم منه بكل هالقوانين، إجا أخذ ارتفاق وتخطيط، إجا أخذه من البلدية وبقول لك أنا ضمن القوانين لمراعية الإجراء بدي عمر هونيك وحقه. وهون البلدية صارت أمام اثنين، يعني ما بين نظرة تحافظ على جسر الحجر وهي ضرورية ولازم نشتغل عليها، وما بين نظرة تانية مستثمر ولازم كمان نحافظ عليه بمنطقة سياحية. وبتعرفي انه وين صرنا نحن بموضوع السياحة، يعني ما نعمل هالبالانس بين اثنين. بتشخيص لواقع الأمر، في قوانين موجودة قديمة، يعني العمل وخاصة مع الجمعيات البيئية لازم نعمل لها تحديث لهالقوانين. يعني منطقة الزون اس مع كل المستلزمات تبعها، مع الافرازات ال 500 متر يمكن صارت هلا 800، مع الاربع طوابق تبعها، مع البيئة الموجودة تبعها، مع الاستثمارات الجديدة، وتبلش الامور تسكر بالاستثمارات، اكيد هيدا على المدى البعيد رح تأثر على المنطقة على وتخفف لها قيمتها. يعني وكنا باخر تداولات للمجلس البلدي حطينا ثلاث مناطق، واكيد بدنا نتعاون مع سعاده النواب كلهم سوا ونروح فيها على المجلس الاعلى، واكيد الرئيس علي رمضان متعاون وهو عنده نظره كثير جيده ومحبه للمنطقه. هيدي حطينا منطقه فقره، حطينا قفا الصلح هذا بيكون بوجه عيون السمين، ومنطقه جسر الحجر. أنا اللي عم بقوله، أنا هالمجهود بتمنى يكفي لتحديث القوانين. إذا في مجال ينعمل مشاريع بيئية مع آراء خبراء تتناسب مع طبيعة المنطقة، تما نضرب هالناس اللي عندها حقوق معينة بهالأراضي اللي عندها ويقدروا يستثمروها بيئيا. أكيد أنا ضد اللعب بالمطلق مع المشروطة والمراقبة اللصيقة لهذا الموضوع، وبتمنى انه ما دام هالمجهود والمحبه الكبيره اللي لمسناها للناس الموجودين وخاصه بكفر دبيان انه ينعمل جمعيه بيئيه
تكون مؤلفة من أصحاب هالمشاريع الموجودة أو أصحاب الحقوق، بالإضافة للبلدية والناس البيئية اللي عم بيحافظوا على جسر الحجر، لينجو شيء نقدر نعيش فيه ويكون كله راضي. يعني نحن نظرتنا كبلدية، وأنا بتصور بنظرتي بهذا الموضوع، مفروض نكون على مسافة جيدة من الكل، ونكون نأمن حقوق اللي بتتناسب مع المنطقة، وهذا اللي أنا بتمنى يكون يصير بالمستقبل. أكيد. وكمان شغلة مارون، وقت بتمنع بدك تعود على الناس. أكيد. يعني أنا ضد أنه وقت تجي تقول له أنا والله ممنوع، لأنه وقعنا فيها ومع ناس من كفر دبيان بأسرات فقرة ومنعون، بس ما في شيء اسمه منع دون تعود. أنا بدي أنتقل كمان لنسمع الشق البيئي بهذا الموضوع. يعني أنا بدي أقول أنه أنا يعني رح يصير لي سكتة قلبية من هالموضوع يلي عم يصار اليوم، ويلي من 30 سنة صار. بدي سميها جريمة الأولانية، بس بالنسبة لهيدي ماشي، وقفناها والعالم كله وقفت معنا، ما بقي ميديا، جريدة، تلفزيون إلا ما أثاروا الموضوع وصرقوا وعيطوا، ورجعنا وقفناه لصاحب المشروع يلي كان عم بيعمل مدرج ما عنده علو ولا فيه هالشي يلي عم بحكي فيه هلا. استثمارات، يعملوا استثمارات بس يبعدوا من هون، ما يعملوا استثمارات هون، البلد واسعة، هون الاستثمارات كلها على هالجسر هيدا يلي هو أهم معلم من معلمنا، أهم معلم بلبنان وبغير لبنان. خليهم يروحوا يقروا، إن كان التنظيم المدني وإن كان الأشخاص اللي عم بيعطوا رخص، يروحوا يقروا خبرة شو قايلين عن هالجسر بالذات يلي هو من سنة 1939 مصنف مثل بعلبك ومثل جبيل ومثل صور ومثل أهم معالم عنا. يعني هو بين 8 معالم بلبنان تم تصنيفها بسنة 1939 بقانون ترواجوية 1939. حدا بيقدر يفكر انه طيب صار شيء سابق، صار 30 سنة على المزبوط، انا كنت هون عم بمشي على الجسر وقت شفنا شخص حاطط تراكتور صغير مش مثل هودي يلي شفناه هون هلا بخوفه، وعم بيعمر مدرج من القيامة. واستندنا على كل هالخبراء لأجانب وعالميين، مش بس يعني لبنانيين، منهم بلبنان غريغوار شيروف، إربانيست مشهور معروف، بيقول إنسان ما لازم يمشي على أنسيت كلاسي. أنسيت كلاسي معناتها ما بيحطوا له شابو. يعني أنا بكون قاعدة بالطريق هون بعد شي سنة بدي أجي أشوف شي نابز من وراء للجسر، عيب، حرام، جريمة. بعدين وقت وزارة البيئة مشيت معنا كإيكولوجيست من بعد ما دفعنا عن المشروع، وزارة البيئة دغري قامت عملت قرار أيام الوزير فرعون ممنوع العمل باتا. شو بيعمل صاحب المشروع؟ بيرفع دعوى وزارة البيئة. صارت القصة بإيدين القضاء، ضلينا 10 سنين ناطرين الحكم، طلع حكم لا شوي ما عجبنا امنا، بس بيقول باخر الحكم تبعه، بس اخر قرار بيوصل بيد وزارة البيئة. خلصنا بهالشغلة، وزارة البيئة طلعت واعية، خصوصا بشخص مديرها العام دكتور بيرج يلي بعده لهلأ انا بدي احييه، لانه هيدا رفقني بالثلاثين سنة يلي انا ناضلت فيها كرمال هالجسر هيدا، وهلأ معه خبر واكيد بده يضل يساعدنا. بيرفع دعوة وزارة البيئة بتقول لا ما بنقبل، ساعتها بيرفع دعوة تانية البروموتور الأولاني تنشوف خليهم يطازوا هودي الجديد شو رح يصير فيهم، ما رح نسكت. التاني بيرجع بيرفع دعوة تانية انه لا انا ربحين الدعوة ما قبلت وزارة البيئة. بيرد له القاضي يلي اسمه القاضي يوسف الجميل، بعدني انا عندي كلهم، بعدي فرق من الدعوه من سنه 2009، رد له الدعوه تبعه. من وقت هالنهار هيدا ارتحنا، والا انا 20 سنه من حياتي قضيتها ختيرت وبيضيت وشايفيني كيف صرت، بس بعدني في عندي نبض وما رح اسكت ورح ضلني كفايه. ايه رح نبض نضل مكمل. ايه.
عن اسمك. اسمي جلاديس نادر، ناشطة بيئية حقوقية. أنا عندي إزازة بالحقوق، مش هناك يمكن قدرت استوعب الموضوع كله. بدي انتقل عند سعادة النواب لنبلش هلا بالقانون. اليوم هيدا جسر ومعلم سياحي مميز، وبنفس الوقت في مستثمرين مثل ما هي رئيس البلدية. اليوم النواب شو بيقولوا عن هذا الموضوع؟ أول شيء صباح الخير وصباح الخير لأهل كفر دبيان كلهم سوا، للنواب اللي استقبلونا كمان على أرض حلوة كتير، أرض حد السماء، يعني أعلى نقطة يمكن هون، يعني بعد في أعلى بس إنه نحن بعد في درجة واحدة. سنحن قبل ليك هيدا الجسر ما في نقاش عليه، هو مصنف عالميا أثار عالمي، يعني في قوانين عالمية بدنا نطبقها، ما بدها يعني اثنين يحكوا فيها. وفي قوانين بلبنان كتير مهمة، منهم 130 اللي بيرعى المحميات، وهيدا من المحميات الأثرية. وفي قانون 444، يعني ما بدها كتير فلسفة القصة، القصة بدها تطبيق قوانين لحتى نحميهم. أنا بنصح لأنه ناخد هيدي بطريقة إيجابية وناخدها كخطوة لقدام، ينعمل لجنة مخصصة بس لهيدا الجسر، لجسر الحجر، لحتى تقدر تحمي هيدي يعني ينعمل لجنة لمحمية جسر الحجر، وينعد يتصنف كمحمية لحتى نقدر نحامي عنه. بس بدي أكد أرجع أنه أول شيء هيدا تصنيف عالمي أثري، منشان هيك في قوانين عالمية مهمة أنه تطبق، وفي قوانين لبنانية فينا نطبقها لحتى نحمي هيدا الصخر. شكرا. نواب المنطقة، يعني أنتوا المعنيين المباشرين بهذا الموضوع. يعني أنا بعد ما حكيت زميلتي نجاة بالقانون وهي اختصاصها موضوع البيئة، ومدام كمان جلاديس حكيت بذات الموضوع، ما راح استفيد بالقانون. راح اقول انه اليوم كفر دبيان مصنفة عاصمة للسياحة العربية، وبدنا نعرف نحن اهل كفر دبيان بدهم يقرروا، ونحن كمنطقة لانه كفر دبيان للبنان ولكسروان، اي سياحة بدهم. بدنا نحول هاي المنطقة لديزني لاند، نجيب اشياء مستوردة من برا بعيدة عن طبيعتنا، بعيدة عن جمالنا، بعيدة عن تاريخنا، ونحولها كمنطقة تافهة مثل مناطق كتير موجودة بالعالم تفقد خصوصيتها وبتفقد الفرادة تبعها، وبالنتيجة بتفقد هويتها. بدي اسأل السؤال، هل يا ترى مشروع مثل هيدا كان مشي بمنطقة مثل الشوف مثلا؟ بدي اسأل انه ليش مشي حلال هون بمنطقة عرفوا حافظوا على بيئتهم ولا معالمهم الاثرية والبيئية؟ هيدي ما حدا يقول لي قانون. اليوم في اول شيء ارادة الناس، وما نقول قانون جاي مفروض علينا من فوق. في شعب هون اليوم الاثر البيئي، في كمان مشاركة الناس بالقرار اللي بيتعلق بأرضهم، مش هناك في بلديات. إذا الناس ما منهم حابينه هيدا المشروع بيكفي تصيري جسر الحجر ونصيري محافظة على البيئة. إذا الناس مش حابين هيدا المشروع بيعتبروا عم بيغير لهم بمعالمهم. أنا جيت تاني نهار من إعلان كفر دبيان مدينة أو عاصمة للسياحة، جيت لهون عبكزدر تاني نهار، منطقة ما خاصة بالسياحة، منطقة ما فيها أي تنظيم سياحي، منطقة جوارها معمولة مضروبة، منطقة طرقاتها معرضة للانهيار، وما حدا عم بيحرك بالدولة العظيمة لا يرمموا طريق ولا يزبطوا شيء. هيدي اليوم بدنا نبلش من الأساسيات، مش نجي ندمر ما تبقى من جمال عنا بلبنان. ما بدي زيد أكتر من هيك. نحن بالنتيجة بالشراكة، وأنا مع أنه يكون في لجنة، بس مش نقول لجنة ويمشي المشروع بده يوقف اليوم إذا مش مبارح، وبعدين بنعمل لجان قد ما بدكم، بس مش نحن بنقعد مشروع ماشي ونحن عم نحكي بلجان والسمسرات عم تمشي والصفقات عم تمشي مثل ما تعودنا عليها بهاي البلد. أنا بدي أعطي رأي شوي مغاير للي سمعته من شوي. أنا ما بقول نعم
ولكن اليوم ببلد مثل لبنان بدي اقول لا ولكن. لا وقفوا كل شيء منشوف استثناء، مش منمشي كل شيء منشوف استثناء كيف بدنا نحمي، لانه ما في ثقه، لانه ما في ثقه بكل شيء عم ينعمل، ما في ثقه من واجباتنا حقيقه ما نكون شي مره واحده كتير اذكياء، نكون شوي اصيلين وناخذ موقف جامد اذا في شراكه بالموضوع واذا انتم ماشيين فيها، لانه كمان ما بدنا نجي نوقف موقف يكون ضد تنميه المنطقه، بدكم يصير في هوليوود هون او يصير في يورو ديزني او بدكم لبنان الجميل الحلو بيطلع كله عالشوف بيعمل سياحه وبينبسط فيها، شو بعد في بكسروان سياحه غير هالكم معلم؟ ميرسي. ايضا وايضا انا اول شيء بدي اقول ميرسي لكل الناشطين البيئيين يلي عملوا هالوقفه اليوم، ومنهم جلاديس واكيد جوزيفين، ويعطيها الف عافيه لجوزيفين اللي متابعه الموضوع. بدي اقول له كمان يعطي العافيه لرئيس البلديه يلي اليوم موقفه كمان منه هين، لانه رئيس بلديه لعاصمه السياحه بالبلدان العربيه، وبالظروف اللي عم نمرق فيها اليوم بلبنان يلي كلنا عارفين انه الدوله مش عم تقدر تستثمر ليره، بقى يعطي العافيه لانه عم جرب يحافظ على البيعه وعلى الطبيعه، واحو موجود معنا اليوم تنحافظ كلنا سوا، كلنا موجودين تنحافظ على بيئتنا، بس بذات الوقت كمان بدنا نحافظ على المستثمرين يلي هن كتير قليل اليوم. هلا كيف الطريقه نحافظ عليهم؟ بغير محل، مش ضروري يكون هون، وكان مفروض من الاساس وقت اشتروا على السند العقاري يكون هيدا الشيء واضح. اليوم عم نصلح اغلاط، ومن 30 سنه جلاديس إلها وبتصلح هالاغلاط، صار وقت اليوم اكيد بيصير في لجنه، بس من هلا تيصير في لجنه وهالوقفه. وكمان بدنا نشكر مدعي العام البيئي يلي وقف الاشغال، بدنا نكفي من التنين لانه هلا اعياد وينعاد على الجميع، كمان فرصه تنعيد الكل. التنين لازم نكفي هيدا المشوار، نكفيه عند التنظيم المدني الرئيس علي رمضان يلي لازم هو يطلع بقرار وبالمجلس الاعلى للتنظيم المدني انه هيدي كل هالمنطقه هون الزون اللي هي ما لازم يصير عليها اي نوع من اشغال، في يكون مدرج في يكون كل الانواع ما لازم يصير في فردبيان كتير كبيره، في كتير محلات تانية يستثمروا وما يستثمروا بهالقرب وينزعوا المنظر. بقى هون بيبلش الشغل، ومع وزاره البيئه مع وزاره الطاقه اللي لها دور، يعني من التنين رح يكون لنا اجتماعات مع كل المعنيين تنتابع الموضوع فعليا، يعني مش نضلنا كل مره نجرب نرجع نوقف هيك وقفه، ان شاء الله بتكون من اخر الوقفات، ويعطي العافيه للجميع. يعطيكم الف عافيه. ما بعرف اذا بعد حدا حابب يزيد شيء، ما بعرف اذا كمان وزاره الثقافه لها دور انها تحط ايدها على المشروع وتحوله الى استملاكات غير مباشره، وتقدر كمان هي تصنفها ضمن المسؤوليه، ما بعرف القرار رجع كمان للنواب اذا بيقدروا. أنا بتمنى من الكل هلا ننزل ونشوف جرافة على الشير، هيدا الشير مع الجسر مع نبع اللبن عمره فوق ال 200 مليون سنة منه مسحة، فجرافة واقفة اوريدي ردمياتها صاروا تحت، فبدنا نعمل جولة وزارة الثقافة تتدخل، وزارة البيئة عم يتدخلوا تيشوفوا وين صرنا اليوم، يعني عم نحكي بعاصمة السياحة الشتوية ولكن جرافاتنا على الشير تبعنا. فأنا بتمنى من الكل منفل دغري ننزل نعمل جولة تتشوفوا التعدي بعينيكم، بس هيك.